انطلقت الآن فرص الإنتاج السعودي في الشوط الخامس على جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط يا فرص الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي لم تكسب، يقام على مسافة 1200 متر، قيمة الجائزة 54,000 ريال. ولد عجية في المركز الأول، تنافسها سقيفة من الخارج وأيضا مارينا من الداخل وأيضا مشاريف ولا هايب وعنود خزام وأيضا باك، بالإضافة إلى بقية الجياد في هذا الشوط والأفراس مع دخولها للطريق المستقيم، ومارينا من الداخل في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. مارينا متصدر الآن في المركز الأول، وهناك الدفاع من بقية الأفراس في هذا الشوط، مشاريف وأيضا الأدعجية وأيضا سقيفة وعنود خزام، والانفراد التام بالصدارة من قبل مارينا في المركز الأول، قيادة موفقة وصول إلى خط النهاية، مرة فوزها بالمركز الأول. ألف مبروك.